يا رب ما حد يشوفني، النبي يا رب لو حد شافني هروح في داهية. بسرعة يا رب والنبي. اه طيب تمام. خلصت كل حاجة؟ ثانية كده خليك معايا. دي بتعمل ايه هنا دي؟ ده ايه اللي بتلبسه ده؟ هي راحة فين؟ هو ده اللي انت بتقولي انت راحة عند امك؟ يا رب والنبي استرها يا رب، لو حد شافنا هتبقى مصيبة. اكيد بتعملي حاجة غلط. انت بتضحكي عليا. انا لازم اعرف انت رايحة فين. لا ده في كده حاجة غريبة أنا مش فاهمها. أنا لازم أفهم كل حاجة. هتكون رايحة فين دي؟ أنا مش فاهم حاجة. ما عندناش قرايب ساكنين في العمارة دي. هتكون بتعمل حاجة غلط من ورايا؟ انا لازم افهم. عمو عمو في حاجة؟ يا ابني، هو انت ساكن هنا؟ ايوه ساكن هنا. طب انت اللي ساكن في العمارة دي ولا مين؟ ايوه انا وبابايا ومامتي، وفي واحد كده في الدور الثاني ساكن لوحده، شاب كده. شاب؟ طيب خلاص روح انت، الف شكر. شاب هيكون مين يعني؟ هتكون بتخني يعني؟ انا مش فاهم حاجه. ايه يا مجدي، خير يا ابني؟ في ايه؟ كويس انك جيت. بقول لك يا فادي، إيه؟ انت اخويا وما بخبيش عنك حاجه. نور مراتي حاسه انها بتعمل حاجه غلط. قالت لي راح عند امها وشفتها بالصدفه في الشارع، غيرت هدومها ولبست نقاب، وفضلت ماشي وراها لحد ما طلعت عماره كده. وسالت على العماره دي، الولد بيقول لي ان في شاب قاعد في الدور التاني لوحده وباقي العماره فاضيه. ايه اللي انت بتقوله ده يا مجدي؟ طب انت ما طلعتش وراها ليه العماره يا مجدي؟ ما دي المصيبه. انا خفت ان انا اعمل مشاكل، ولا خفت ان انا الاقيهم في وضع وحش ولا حاجه. هي ممكن تكون بتخوني يا فادي. والله يا مجدي الله اعلم، بس ممكن. بص يا مجدي، الحل اللي انت تعمله دلوقتي اللي انت برضه هتراقبها تاني وتشوف هتروح فين، بس المره دي بقى تخليك وراها، وحتى لو طلعت الشقه دي تطلع وراها. حاضر يا فادي. وشوف هتعمل ايه يا مجدي، وخليك معايا على تليفون. حاضر هرن عليك. انا مستنيك. السلام عليكم. عاوز حاجه؟ لا مش عايز. انت رايحه فين يا استاذ؟ رايحه مع صحابي. صحابك؟ تمام ماشي. انت كنت فين امبارح؟ كنت عند ماما، ما انا قلت لك ماما. طيب تمام. اوعى تكوني بتعملي حاجه من ورايا انا مش عارفها. لا طبعا عيب عليك. هو انت مش عارف نور حاجة ايه اللي هعملها؟ طيب ماشي، روحي مع اصحابك وخلي بالك من نفسك. حاضر. اوعي تتأخري. حاضر. اتفضلي. والنبي يا رب ما حدش يشوف نور. النبي ما تفتحي يا نسر. انا اسف. هتفتح يا استاذ؟ لا مؤاخذه يا باشا. بقول لك ايه، ما شفتش واحده منقبه ماشيه كده او كده؟ واحده منقبه؟ شفت واحده منقبه ماشيه من هنا. ماشيه من هنا؟ بس شكلها بتعمل حاجه غلط يعني. بتعمل حاجه غلط؟ طيب الف شكر يا استاذ، الف شكر، معلش انا اسف. لا ما فيش حاجه. انا لازم امسكك متلبسه. انا مش هسيبك يا جماعه. اللي هنا يا اللي هنا. ايه ده مجدي؟ نور. ما هفهمك والله العظيم. تفهميني ايه؟ انت بتعملي معايا انا كده؟ انا قصرت معاكي في ايه؟ انت بتخونيني يا نور؟ والله ابدا، افهمني بس، انت فاهم غلط الكلام والله. امال انت بتعملي ايه فوق؟ ما بعملش حاجه والله. هتفهميني ايه؟
انا عرفت كل حاجه. انت بتعملي كل حاجه في الدره ليه؟ حرام عليك، انا ما قصرتش معاكي في حاجه، اللي انت عايزاه بجيبهولي. طب هفهمك. طيب كميني. ايه نور بيت ندى عليا ليه؟ انا هفهمك. فهميني ايه؟ ده اخويا يا مجدي. اخوكي ازاي يعني؟ ايوه اخويا من ذوي الاحتياجات الخاصه، وانا كنت باجي عشان خاطر اعمل له الاكل وانضف له الشقه بتاعته، وخفت اقول لك بدل ما تبعد عني وتسيبني لما تعرف ان اخويا كده، خفت تتقل مني او منه. ما كنتش بعمل حاجه غلط والله. اللي انت بتقوليه ده، انت عارفه انت وصلتيني لايه؟ وصلتيني ان انا اشك فيكي. ليه بتتبري من اخوكي وهو كده؟ ما انت ممكن تقوليلي وكنت انا هراعيه. بالعكس، ده انا كنت هكسب ثواب. ما كنتش بتبرى منه والله. اكبر دليل اللي انا ما بتبرش منه اللي انا كنت بجيله، بس كنت بخاف منك ومن كلامك ومن كلام الناس ان حد يعرف ان اخويا كده. ما كنتش عايزه حد يحرق دمي بكلمه وحشه عن اخويا ان هو بالمنظر ده. على العموم يا نور انا اسف، ظلمتك معايا وفهمتك غلط، وانتي بدل ما بتعملي حاجه صح اعمليها في النور مش من ورا الناس وفي الضلمه، عشان محدش يظلمك. على العموم اخوكي هيعيش معانا وهشيله فوق دماغي. هو ده مجدي نور؟ هو ده مجدي جوزي. طيب